السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهاردة جانا معاكم وهوت رشينا الأوضة، عقمناها بفنيك وديتول وفورمالين، ورشيناها جير اهوت. رشيت الجير بعد ما رشيت المطهر على طول عشان الجير يلزق في الأرضية زي ما انتوا شايفين اهو، ورشيت في الحيطان برضو اهو وفي السقف عشان تبقى الاوضه كلها متعقمه كويس زي ما انتم شايفين حضراتكم اهو. هعمل بقى هعمل فيها كهربتها بقى، هوصل فيها لمضتين. السلك ده الفرنك قطعه، هعمل له سلك تاني فوق منه برده كده اهوت، هعمل له سلك جديد بس هحطها ادقه عليه عشان يبقى جامد، ما عادش الفرن تقطعه. ونفرشها بقى تبن، عندي تبن قمح هفرشها تبن، اتقلها الفرشه وادق هنا برده مشمع بحيث ان نفس الطيور اللي بره ما تبقاش تيجي على دول. نفرشها تبن بقى ونظبطها بعد ما تنشف شويه ايه نقفها الطيور معاكم. ورجعت لكم تاني يا حبايب قلبي اهوت، بعد ما نقلت الفراخ طهرت الحتة وعملت جير زي ما وريتكم وفرشتها تبنة اهوت ونقلتهم اهو، وركبت لهم لندة كبيرة اهي زي ما انتوا شايفين كده. كده بقت الحتة واسعة عليهم، بس بقى ربنا يسترها من الفيران زي ما انتوا شايفين اهو، بس هم واقفين في جنب لوحدهم يعني. الأوضة واسعة وعملتها كلها اهو. سمو واقفين في المكان اللي فيه اللمبة. ادعوا لنا بقى ان ربنا يسترها معانا والفيران ما تعملش فيهم حاجة. دول النهارده كده عمرهم 21 يوم، بسم الله ما شاء الله. فراخ نشيطة وحلوة، مفيش أي أدوية ولا أي حاجة. زي ما انتوا شايفين اهو، الكتاكيت التانية اللي كنت قلت لكم عليها نضفت لهم حتة وسيبتهم فيها في جنب كده اهي، ابيض ورومي وبرهمة كله مع بعض اهو زي ما انتوا شايفين اهو. في برهمة اهو وفي تهجين برهمة مع فيومي برضو، فانا سيبتهم في الحته دي على ما انضف بقيه الاوضه لهم. اما البوكسه بقى حطينا فيها، حطيت فيها طيور تانية، نضفتها وحطيت فيها طيور تانية بالجمزه اهي، وبلد برضو وبرهمه وهند برضو مع بعضهما. دي الدور الفوقاني اهو، الدور التحتاني حطيت فيه بط، دي برضو من انتاج الفقاسة همت. ان المكان كان ده عندي فوق عليهم هناك في جنب الفقاسة، فجبتهم نزلتهم كلهم هنا اهو زي ما انتوا شايفين حضراتكم اهو. البط ده كله بط خليط مسكوفة على بلدي. الام مسكوفة والاب بلدي زي ما انتوا شايفين حضراتكم.
خليكم معايا برضو يا حبيب قلبي. حضراتكم شايفين الدكين دول، دول انا جايبهم من واحدة النهاردة صاحبتي، اشتريتهم منها وسبتهم مع الطيور، لقيتهم مسكوا لي ديك رومي ضربوه وبهدلوه بهدلة جامدة. لقيت بنتي بتندي عليه تقول له حوشي يا ماما الديك الهندي ضربت الديك رومي وعورته بجيب دم جامد. فمسكتهم قصقصت ضوافرهم اهو وقصقصت منقارهم، بس بينزفوا جامد بقى ربنا يسترهم مجرالهمش حاجة. بس يعني انا حبيت اعمل فيهم اي حاجة لانهم بهدلوا الديك الرومي عندي جامد، يعني عوروه جامد وربنا يسترها عليه. بس انا مش عارفة النزيف اللي في رجلهم ده بقى هيأذيهم ولا النزيف ده هيقف. لو حد منكم عنده حل يفيدني بيه انهم ما عادوش يضربوا تاني او يبهدلوا الطيور عندي، يا ريت تفيدوني بيه في التعليقات. زي ما انتم شايفين يا حبايبي اهو هم مستواهم حلو جدا بس مؤذيين جدا. يا رب تفيدوني باي حاجه في التعليقات ان انا اشوف معاهم اي صرف يعني ما عادوش ياذوا الطيور عندي. زي ما انتم شايفين كده يا ريت اللي ما اشتركش في القناه اشترك فيها، فعل زر الجرس والمشاهدات بقى واللايكات بالله عليكم ما تنسوا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.